واضح جدا من العنوان إنهاء قوائم الانتظار. كان في عندنا أزمة في قوائم الانتظار وانتهت بكلمة إنهاء بتدخل رئاسي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. المبادرة بدأت في 2018، من 2018 لغاية النهاردة بالتأكيد في محطات كتير جدا. لو نذكر كده يعني إيه أهم المحطات اللي حصلت في هذه المبادرة؟ يعني زي ما هيك قلت، احنا بدينا بتوجيه مباشر من السيد الرئيس في يوليو 2018 عشان الواحد يبقى منصف، لازم يقول ما قبل وما بعد. التدخلات اللي تشملها المبادرة هي مجموعة من التدخلات ذات المهارة والتي تحتاج إلى دقة كبيرة و تخصص عالي. احنا بنتكلم على الزراعات، زرع الكلى، زرع الكبد، زرع القوقعة بالنسبة للأطفال، بنتكلم على جراحات المخ والأعصاب، بنتكلم على جراحات العظام اللي منها المفاصل، جراحات الطب العيون زي الزراعة القرنية، بنتكلم على القلب المفتوح وجراحات القلب والقساطر القلبية، وتم مؤخرا إضافة القساطر الطرفية سواء المخية أو للأوردة الطرفية. فطبيعة التدخلات في حد ذاتها هي تدخلات ذات مهارة طبية عالية. طيب احنا في 2018 كان معدل زمن الانتظار عشان الواحد يدخل يعمل عملية قلب مفتوح او قسطرة، كنا بنتكلم من 12 الى 16 شهر، يعني من سنة إلى سنة ونص تقريبا. يكون الرجل توكل على الله يعني، وإذا لم يحدث فتخيل أنت المعاناة التي يعانيها الإنسان عشان يعمل عملية قلب مفتوح ولا عملية قسطرة ولا عشان يعمل عملية مفصل، يقعد المفصل كنا بنتكلم في 3 سنين أحيانا. فالنهاردة إحنا متوسط الانتظار قبل حدوث الإشكالية الخاصة بالعملة كنا بنتكلم في أسبوعين، وأثناء الإشكالية الخاصة بالعملة كنا بنتكلم في 4 أسابيع. النهاردة بعد انتهاء أزمة الدولار الحمد لله رجعنا تاني لمعدلات الأسبوعين كمتوسط للانتظار. فأنت حضرتك فتخيل بقى الفرق من 16 شهر لأسبوعين. عملنا كم عملية؟ عملنا أكتر من 2,300,000 عملية خلال الفترة دي. تكلفتها تقريبا 17 مليار جنيه. المواطن تحمل قد ايه؟ ولا حاجه. الدوله بتتحمل كافه النفقات، بالاضافه الى ان هناك دعم من الدوله، دعم من الجمعيات الاهليه، جمع من صندوق تحيا مصر، دعم من اتحاد البنوك. فالحقيقه انه هناك تضافر للدوله كحكومه، كمجتمع مدني، كاتحاد بنوك لتحقيق الامن الصحي للمواطن المصري. طيب عشان برضو الناس تدرك اكتر هي احنا كنا فين ورحنا فين، هدي لهيك مثال بعمليات زرع القوقعة. اسرة عندها طفل اتولد ما بيسمعش، تخيل كده ايه المسار الطبيعي بتاعه؟ ما بيسمعش، ما بيتكلمش، مش هيخش مدرسة عادية. لو دخل مدرسة هيدخل مدرسة الخاصة بالإشارة والصم والبكم، هيخرج عنده تحدي كبير جدا لأنه مش عارف يتعامل مع المجتمع، هيبقى له مجتمعه الخاص اللي بوظائفه الخاصة لو لقاها أو ما لقاهاش، اللي بمساره الحياتي اللي هينشئ أسرة في الغالب الأعم هتبقى فيها نفس الإشكالية. ده كان المسار الطبيعي قبل أن يتدخل السيد الرئيس في 2018 ويوجه بالعمل على القضاء على الانتظار غير المبرر. نفس الطفل ده ونفس الأسرة دي النهاردة لما اتعملت له عملية زرع القوقعة على سن 5 سنين دخل مدرسة عادية، كمل في الدراسة، خلص الثانوية العامة، دخل الجامعة، لقى عمل وأصبح عضوا فاعلا في المجتمع و قدر انه يعيش حياة طبيعية. طب في كم واحد من ساعة المبادرة دي وكم أسرة استفادت من ده؟ في أكتر من 7,300 أسرة
ب7300 مواطن حياتهم اتغيرت 180 درجة، من إنسان لا يستطيع أن يكمل تعليمه بشكل طبيعي إلى أنه إنسان ممكن يبقى في أقصى درجات النمو التعليمي والأكاديمي، ممكن يبقى أستاذ جامعي، ممكن يبقى طبيب، ممكن وأصبح عضوا فاعلا في المجتمع. فأنت نقلت من حال إلى حال، من حياة إلى حياة، وده لكام واحد؟ بقول لك أكتر من 7300 منذ بدء المبادرة. وده تخصص واحد اللي هو زراعة القوقعة. وده في تخصص واحد لكنه غير حياتك. طبعاً. قس على ذلك بقى بقية الأمراض المرتبطة بالمبادرة الرئاسية. إحنا الإنسان قبل المبادرة كان فين؟ وبقى فين؟ في بقى كام واحد كنا فين وبقينا فين؟ 2,300,000 وما زلنا مستمرين. هل ومش هنقف، لانه في النهايه مبادرات السيد الرئيس هي مبادرات مستدامه للحفاظ على الصحه العامه للمواطنين، لتقديم حياه كريمه. ما هو في النهايه الهدف الاسمى للسيد الرئيس هي حياه كريمه للمصريين، وحياه بدون صحه بالتاكيد ليست حياه كريمه.